السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، يعطيكم ألف عافية. معكم كيف استعداداتكم؟ كيف الأمور؟ إن شاء الله تمام. جاهزين؟ طب وين باقي الطلبة؟ ليش الحضور هيك متدني؟ طيب أبناء الطلبة الأفاضل، طبعاً إحنا اليوم راح ناخذ مناقشة وكويز لموضوع شابتر 1 وشابتر 2 المدخل ريكوردينج بشكل عملي. اتفقنا على انه نحصر احنا الكويز تبعنا في تطبيقين عمليين اساسيين. التطبيق الاول صفحه 16 بغطي الفصل الاول من الناحيه العمليه، والتطبيق الثاني صفحه 65 بغطي التطبيق الشابتر 2 من الناحيه العمليه. استاذنكم علشان احنا ننظم هذه المساله ابدا بالمساله تباعا، واللي عايز يشارك معايا بسرعه كده عشان نحسن التقييم هنسجل الاسم وندرج له يا دكتور. نعم معك. كنا المفترض انا سبتكم فيزا زملائكم اجوا على الظهر واللي تواجدوا ضيافه، سبتكم في كتيب بيختصر الباوربوينت تبع الكتاب، يعني الكتيب جميل جدا ومختصر وبالامكان انه نعتمده لو توفر معكم كلكم وصرنا نشتغل ممكن من خلاله يكون عندنا ايش افضل. شباب فيما يتعلق بالصوت، يعني انا لغايه الان صرت مد محاضرتين قبل هذه وما فيش مشكله، ما حدا شكى من الصوت، ممكن بقطع عادي انا اتحمل بعض، اما بالنهايه مش عائق انه احنا نوقف محاضرتنا. لا مش هيك يا دكتور، بس انا بسمع نص الكلمه ونص الثاني لا، عشان كده من غير سماعات رفضه، لانه انا بسمعكم بوضوح من غير سماعات. غير سماعات ليكم ادينا من غير سماعه. جاهز من غير سماعه؟ هيك تمام واضح الصوت. خلينا هيك وضع محاضرتنا يا دكتور. نبدأ محاضرتنا ونشوف الامر كيف هيمشي. لحظة أستاذنكم. طيب تمام، اعتذر عن الانقطاع. الان احنا كنا بامكاننا انه نفتح على صفحه 16 اعتقد في الكتاب علشان نشوف التطبيق الاول، ونكون على يقين يا اخواننا الافاضل اذا احنا حلينا التطبيقين هذول عمليا احنا سيطرنا على الجوانب العمليه الاكثر الحاحا فيما يتعلق بالمسار، الاكثر الحاحا فيما يتعلق بالمسار. فكنا كده نفتح على صفحه 60 16 ونشوف ايش راح يطلع معك. صفحه 16 في عندي تطبيق اعتقد عباره عن نقاط. مين جاهز معنا انه نبدا؟
التقرير الأول صفحة 16. مين جاهز معنا إنه نبدأ معنا؟ بالمناسبة أنا حساعد، يعني اللي حيبدأ أنا حساعد. عندي طيب خلينا أبدأ الفكرة أنا بأول استفسار وأقول لك إيش المطلوب على أساس أنتم تتشجعوا. في ترانزكشن 1 في المعاملة الأولى في عندي investment by shareholders. investment by shareholders يعني استثمارات بواسطة الملاك، استثمارات بواسطة الملاك. الآن عندي شركة ري أند براذرز نيل، شركة ري، هذول استثمروا أموالهم بدفع 15,000 دولار كاش. طب لو كنا احنا بغض النظر على اللغة الإنجليزية دكتور، كل واحد بدأ نشاط 15,000 دولار، ايش القيد اللي كنا احنا بنعمله؟ من حساب ال دكتور من حساب الصندوق لحساب رأس المال يا دكتور، حيكون القيد الأولاني. أنا صندوق حيزيد وأنا حقوق الملكية في رأس المال. إيش يترتب على هذه العملية؟ سوف يترتب يعني الأسد في معادلة الميزانية، إيش بصير للأسد؟ الأسد حتزيد عندنا الكاش. حتزيد في بند إيش؟ أما الأسد. الأسد، الكاش هي في الأسد. حتزيد حتزيد الأسد. الكويتي في الشركة بتال في رأس المال حيزيد. هذا الكلام ببساطة، أنا عايز الآن حد يجي لي على ترانزاكشن 2. ترانزاكشن 2 مين تتبنى لي ترانزاكشن 2؟ هي اللي تحلها، هي اللي تقول لي من الألف للياء ايش اللي صار. أنا يا دكتور تفضل يا دكتور. هاي أنا حبدأ بأريج وحقول لكم التقييم مباشر الآن. هاي أريج واحد، أريج الكحلول، تفضل يا أريج. في السؤال هذا حكى انه اشتروا معدات. انا مش سامع سامعني هي؟ تفضلي يا ريش. اول اشي حكوا انه اشترى معدات ب 7,000 يورو، يعني لما بنقول purchase of equipment for cash ايش يعني؟ زادت المعدات. تمام، وصلنا للنقد. شراء معدات نقدان، زادت المعدات ونقص الكاش، يعني أخذنا من الكاش اشترى نقدي لأنه. تمام أريج، ممتاز الكلام بتحكي فيه. اطلعي لي على المعاملة رقم 3 ترانزكشن 3. ترانزكشن 3 اشتروا على الحساب يعني اشتروا على الحساب. اشترينا الآن مش معدات، اشترينا لوازم. اشتروا لوازم ب 1600 اون كريديت. اون كريديت ايش يعني؟ على الحساب. ايوه انتبه، ايش يصير في اللوازم؟ اللوازم اشتروها كاش ب 1600، دفعوا كاش 1600 وخلوا. لا هم ما دفعوش كاش، اون كريديت قصدي. اخذوها على الحساب قصدي ب 1600. تمام، اذا السبلايز زادوا 1600 والالتزامات زادوا 1600. الالتزامات صاروا 1600 على مكان الفليكويد. خلينا ننقل لترانزكشن الرابع. انا دكتور اتفضلي على الرابع. انا دكتور طب الله يعافيك. ترانزكشن 4 باعت مواد نقدية كاش، يعني احنا بعنا مواد نقدية. احنا ما فيش غير مش بعنا، لا ادينا خدمات سيرفيسز بيرفورمد، ادينا خدمات. تمام، اعطينا خدمات كاش. مش انت دكتور قلت لنا بتشتري لوحات هي كانت عيد مسلمة. انت قلت لنا بتشتري لوحات الكترونية للعباد وزي هيك. تمام، انا المعاملة اللي امامي هي قدمت خدمات مقابل كاش 1200. قدمت احنا نقديه بتزيد في هذه الحاله، الكاش عندنا هم بتزيد. تمام، والايرادات برضه بتزيد في نفس اللي لانه بعنا نخدم وصلنا ايراد. الايراد بعنا. معامله 5 بارشيز اوف ادفرتايزنج اون كريديت، اشترط خدمه اعلانات على الحساب.
هان شراء اعلانات على الحساب، وشرينا اعلانات على الحساب، يعني احنا ما طلعناش شيء من عندنا، يعني على الحساب. بأسس الوصول بصيرش شيء. ايش حيصير في الكاش؟ اللايبيليتيز بزيد عندنا الدائنون بسألك فيها. انا بالنسبة للكاش ايش الدائنون بيزيدوا ب 250، الكاش ما بتتأثرش يا علاء ولا شيء بيصير فيه. ايوه المعاملة في اللايبيليتيز ما بتتأثرش. على الغز علامة كاملة في الكاش. دكتور صحيح انا بس بدي اسالك يا دكتور. دكتور طيب نشوف الترانزكشن ايه 6، مين يجيب لي المعامله الثالثه؟ دكتور دكتور اي علاء انا دكتور. بعد اذنك في نقطه في السؤال الخامس، بس انا مضطر ان احنا انتوا هتسمعوا بعض بدون سماعه، بس انا مضطر اشوف السماعه حقيقي، يعني شاعر انه يعني ماشي توكل كده وبزعق، فالسماعه بتوفر يعني بتوفر جو افضل وممكن نتحمل بعض. تفضلي علاء. ماشي تمام. بقول لك يا دكتور في السؤال الخامس هذا، عندنا اشترينا اعلانات على الحساب، عندنا اللايبيلتي زاد وعندنا المصروفات زاد نقصت، طب ليش المصروفات بتنقص هنا في هذه الحاله؟ تمام، المصروفات طبيعتها في كل الاحوال مكانها تكون ناقص، هي ما زادتش، هي القيمه بتاعتنا للليكويتي هي اللي نقصت مش المصروفات، لانه الثلاث بنود هذول بشكل ليكويتي بشكل حقوق الملكيه، حقوق الملكيه قلت من وين؟ من بند المصروفات. خلاص تمام، بس هاي النقطة امبارح كنت براجع فوقفت عليها. وضحت يعني الشرط المالي المسدد المقصود فيها ليكويتي هي اللي قلت من بند الايه المصروفات. طيب تمام يعطيك العافية. الترانزكشن 6 اللي سيرفيس بيرفورمد فور كاش اند كريدت، مين يجاوب لي اياها؟ انا وليد. اي وليد اتفضل. أعطينا service provided for cash and credit، قدمنا خدمات على شكل كاش وعلى شكل اللي هو مدين دائنون، فبتزيد عندنا أول الأسد بتزيد عندنا في الكاش تمام، بتزيد عندنا في المدينون، وبقل عندنا عندنا كمان الإيرادات في الإكويتي ما بتقلش 3500 مجموعة بتزيد الإكويتي بتزيد. طيب تمام ممتازة وليد، خلينا ننتقل للمعاملة اللي تليها 7، عايز حد غير وليد؟ payment of أنا يا دكتور. أه يا دكتور مش مميز أنا في شيء، قالوا لي اسمين على مين؟ أنا يا دكتور. تحرير يا دكتور، خلينا تحرير تحرير ماشي تحرير اللور. عندنا اللي هي المعاملة 7 بتحكي عن دفع النفقات، انه الشركة بتدفع لشهر سبتمبر نفقات اللي هي 600 ايجار متجر و 900 رواتب و 200 مرافق، وانه بعد ما بتدفع كل هاي المصاريف بصير انخفاض متساوي في الاصول والمصروفات. الانخفاض النقدية يعاد انخفاض حقوق الملكية من بند المصاريف. ممتازة تحرير، العلامة الكاملة. نشوف التطبيق اللي وراء ترانزكشن 8، يلا الشاب اللي كان معانا بسميه الاسم. يعطيك العافية دكتور. الاسم اتفضل. علي محمد الغوز. يلا يا علي. هنا ندفع دفعة للدائنون، علينا احنا علينا مصاري ندفع لهم دفعة. تمام، payment of account payable اللي هم الدائنون انا عمال دفعت لهم دفعة، ايش بصير في الكاش؟ حتقل بقيمة 2500. 2500 ولا 200؟ 200 و500. 200 250 تمام 250 شو معقول؟
وبرضه حتقل عنا الالتزامات اللي هو كان التزام علينا احنا، كان عنا بزياده 250، فلما نسده حيتخفض عنا 250. تمام ممتاز. العلامه الكامله على الكويز. عايز حد علي؟ علي يا دكتور. علي الغص علامه كامله في الكويز. ايش لك علي؟ طيب ترانزكشن 9 ريسيبت اوف كاش اون اكاونت. انا يا دكتور. يا دكتور اطلع ياسمين. دكتور انا وراها سرا. ماشي انا يا دكتور. تفضلي ياسمين. هل جيت بيقول لك تلقى نقدية من المدينون؟ فعندك الكاش هم زادت، والأكاونت ريسيفابل هم المدينون عندك قلوا. يعني المعادلة كلها بتكون في جانب واحد وبتساوي طرف الميزانية. ممتاز ممتاز يا سنين، علامة جامدة. الآن إسراء. أنا دكتور. لا هي كان انا سمعت اسراء. وانا خلونا نشوف التوزيعات عندنا. اسراء ابو سيدو. موجود. هي اللي توزعت. تمام الف سلامة عليك يا اسراء. ما هيني يا دكتور. تمام. الان يا اسراء عندي ديفيدنس توزيعات قيمتهم 1300، ايش حيصير في الكاش؟ كاش هتقل. وش حيصير في حقوق الملكية؟ برضو بتزيد حقوق الملكية. لا بتقل. لما أنا بخصم منها العمال، أنا بخصم منها فهي بتقل. طيب تمام ماشي يا صراع، نعتبر العلامة إن شاء الله الكاملة. بصوا معنا الآن هذا التطبيق زي أساميكم تحفظوه، هذا التطبيق زي أساميكم تحفظوه. عايز ننتقل كلنا لصفحة 65 علشان نشوف التطبيق الثاني. ننتقل دكتور هاني بس الشبكة فصلة. بسيطة بسيطة. الآن عايز ننتقل لصفحة 65. هجاوب أنا يا دكتور أول واحدة. بس خلينا نفتح المادة. نروح باتجاه صفحة 65. أول صفحة 65 بس المعادلة مكتوب. لا في قيود اليومية صفحة 65. لو نشوف مع بعض صفحة 65. أستاذنكم الصوت اللي عنده الصوت بس يقفله. نركز مع بعض. أول شيء بهمني تسطير الدفتر. الدفتر من إيش بيتكون دفتر اليومية؟ أول خانة على الشمال ديت، بعدين تايتل أند إكسبلانيشن، بعدين المرجع، بعدين المدينة، بعدين الدال. هدول ألف باء اللي إحنا عارفينه. ريفرنس ديبت اند كريدت. الان عايز حد يجاوب لاول معامله. عايز حد يجاوب لاول معامله. المعامله الاولى انا يا دكتور. تفضل يا نور. بالنسبه للمعامله الاولى انه هان دفع هو ايجار للمكتب عباره عن مصروف. ايش القيد بكون؟ القيد هو في الاسيتس عندنا الكاش حتقل. اما بالنسبه للكويتي عندنا برضه حد المصروفات هنا عندنا حتزيد، بس بتزيد بشكل مدين. يعني عندنا الحقوق الملكيه بنفس الوقت حتكون قلت بسبب المصروف. طيب معلش انا يا نور بدي اعطيكي من هذا السؤال علشان انا اول واحده المفروض انا اجاوبها علشان تفهم وش احنا بدنا، وجهز حالك لوحده ثانيه. الان اون اكتوبر 1 في 1 اكتوبر سي ار يزيكي، هذا اسمه يزيكي، انفستس استثمر 10,000 دولار كاش. يعني لو واحد فتح نشاطه ب 10,000 دولار كاش، ايش بيكون القيد؟ من النقديه الى راس المال. من النقديه الى راس المال. دكتور لو سمحت.
طب سمعت يا دكتور. تفضل. انت بصفحة 63 صح؟ 65. هذا عندنا ب 63، انا كنت فتحة 65 بس مش هو. مظبوط. عندي 63 في الكتاب. اللي انت بتحكي عشان هيك، عشان هيك انا جاوبت في 65. عشان هيك انا جاوبت على 65 مش 63. الكتاب اللي معي المفروض نفس الكتاب اللي معاكم. انا ما عنديش مشكله. الان انا بقول في 1 اكتوبر، في 1 اكتوبر عندي استثمر 10,000 دولار كاش. ايش الخطه حتكون؟ من كاش لا كابيتال، من نقديه لا لا صندوق لا راس المال. يعني قيد طبيعي من النقديه لا راس المال. طيب القيد الثاني نشوف مع بعض. من اكتوبر 1 ايش سوى شركه يا سيدي؟ ايرادات مكتبيه 5,000 عن طريق كمبيالا. ممتاز. ايش القيد حيكون؟ لازم يزيد 5,000 ولا التزامات هيزيد 5,000 كقيد؟ قيد محاسب انه عن طريق كمبيالا. تمام. اذا ايش القيد بيكون؟ من حساب الاصول الى حساب اوراق الدفع صح؟ انتم فاتحين معي على صفحه 65 ولا لا؟ اي هدول. تمام. اذا هذه صفحه 64. انا مش هطلب اسمع مني المعامله. الان المعامله بتقول اون اكتوبر 1 يزيكي ادفرتايزنج بارشيز اوفيس ايكويبمنت اشترط ادوات مكتبيه او اصول مكتبيه كوستنج 500,000 تكلفتها 5,000 دولار بتوقيع كومبيالا لثلاث شهور بنسبة فائدة 12%. القيد من الوصول إلى أوراق الدفع من إكويبمنت مدينة 3,000 إلى النوت بيبل 3,000. الآن ممتاز يا أمير. هنيجي لنور. هنيجي لإيه؟ لنور. نور المعامله اللي تليها معك يا دكتور. هي هنا الشركه تلقت هنا من العميل دفع على الشركه هنا صح؟ فعندنا هنا الكاش زاد 1,200 دفع. تمام. بس 1,200 دفع عندنا في الاسيتس، الكاش زاد 1,200. القيد المحاسبه والليبيلتيز الالتزام. افسر لك المعامله علشان تسجله معك. ان اكتوبر 2 في 2 اكتوبر يزيد الترايزنج ريسيت تلقى 1200 دولار، تلقى 1200 دولار كاش ادفانس ادفانس ادفانس. تيجي تحط تحتيها 100 خط مقدمه مقدمه فروم ارونكس، من شركه ارونكس كلينت من الزبون، فور فور ادفرتايزنج سيرفيس ذات ار، يعني عن خدمات لسه لم تقدم، expected to be completed، لم تستكمل، يعني تنتهي لغاية 31/12. دخل عندنا بند خطير جدا، فالقيد حيكون من cash to unear service revenue، من النقدية إلى الإيرادات المقدمة. unearned revenue، من النقدية إلى الإيرادات المقدمة. اللي وراها سهلة جدا، من أكتوبر 3، من أكتوبر 3. يلا يا نور الان ما فيش خيار، لازم تطلع منها هذه. يلا هكذا اجاوب اللي وراها يا دكتور. ايوه بنت اكسبنسز. هنا دفعت ايجار المكتب المصروف، دفعت هذه الشركه دفعت ايجار المكتب من رنت اكسبنسز، من حساب المصروف، مصروف ايجار المكتب الى حساب النقديه، لان النقديه عندنا قلت الاسيتس، الحساب الكاش في النقدية قال 900، والكويتي عندنا المصروف برضو هنزاد. ماشي. أنا الآن التطبيق هذا بيطلب قيد يومية، ما بيطلبش معادلة الزاد. تمام. المعاملة اللي وراها أول أكتوبر 4 في 4 أكتوبر إيش صار؟ يزيك أدفرتايزنج بيز مين انا دكتور.
الوليد انت يا وليد مريت معي، انا عايز حد من اللي ما مروش وانا هساعده، عايز حد يتطوع وانا هساعده، انا حل له الموضوع بس عايز يشارك. انت يا امير مريت معانا النشاط، اعطيت لك 5 تقييم لهذا. انا ما بدورش ايش انت جاوبت، انا بدور انه انت ايش شاركت. مين جاهز يشارك معايا وانا هساعده؟ جماعة اللي معانا نسرين، محمد كريم، آمنة. آية الدكتور. ماشي نسرين، اسمع مني أنا هفسرك القصة وتقولي لي إيش كده المحاسبة. On October 4 في 4 أكتوبر يزيكي ادفرتايزنج شركة يزيكي بـ 600 دفع 600 دولار for one year insurance policy. لبوليس التأمين لمدة عام that will expire next year بتنتهي من في العام القادم on September 30 يعني بتنتهي في 30/9 من السنة الجاية. ايش بكون القيد؟ يعني تأمين مقدم دفعناه كاش، ايش بكون القيد؟ مصروف مدفوع مقدما. ايوه الى حساب النقدية. ممتاز، هو دفع نقدي تمام، يعني من حساب التأمين المقدم بريبيد انشورنس، بريبيد انشورنس من حساب التأمين المقدم إلى حساب النقدي. ممتاز يا نسرين. نسرين أبو الكاس علامة كاملة. يلا أنا عايز باقي الطلبة كلهم، عايز التطبيق هذا كلكم تاخذوا أول كويز علامات كاملة. ورد ماشي يا ورد، ورد النشاط بتاعك الاكتوبر 5 في 5 اكتوبر الباقيين انتم الان سجلوا معانا اول باول الترجمه والتطبيقات. الاكتوبر 5 5 اكتوبر يزيك ادفرتايزنج بارشيز اشترك اشترك and expected month 3 month supply of advertising materials اشترك لوازم اعلانات بشرط الدفع بعد 3 اشهر. كويس؟ اون اكونت على الحساب فور ايرو سبلاي لشركه ايرو فور 2500، يعني قيمتهم 2500 اشتروهم على الحساب ومطلوب السداد خلال 3 اشهر. ايش بكون القيد في الحاله هذه؟ يعني انا اشتريت لوازم على الدفع على الحساب، ايش القيد؟ من حساب المشتري. انا عايز حد اللي احنا عيناه ورد العصار. احنا عايزين فنه الموضوع. طيب اذا ورد مش موجوده خلينا نستكمل الموضوع من سبلايز اللوازم الى الاكونت بابو اللي هو ايه على الحساب. طيب اون اكونت انا دكتور. انا دكتور. ما امنه؟ امنه جنين. اي دكتور. امنه جنين. اي دكتور. بص انا هساعدك يا امنه. اون اكتوبر 9 في 9 اكتوبر. بص معايا انت جايه في معامله من الحالات الخاصه. يعني فيش هالمعامله يا دكتور. فيش ايه؟ ايوه لانه متفق مع شخص واحد. متفق لا يوجد قيد. يعني صاحب العمل والموظفين لا يوجد قيد محاسب. لا يوجد هالقيود محاسبية. تحصروا لي الكلام مع امنه، طب ليش ما فيش قيد يا امنه؟ لانه هل في اتفاق بين صاحب العمل والموظفين لانهم دخلوا في معامله تجاريه بتبدا في 15 اكتوبر ساعه لا يلزم اجراء تحليل ائتمان. ممتاز. نظرا لادخال عمومي. ممتازة يا أمنا. المعاملة اللي تليها أكتوبر 20، بصوا معايا هو الآن مش قيد في هذا التاريخ بس قد يترتب عليها قيد لاحق. في 20 أكتوبر يزيك ادفرتايزنج بورد مجلسها أوف دايركتس ديكلارز أند بيز 500 دولار كاش ديفيدنس تو شير هولدرز. يعني وزعت توزيعات بقيمة 500. ايش القيد حيكون؟ من حساب التوزيعات
إلى حساب الكاش النقدية. أمير المصري النقدية. تمام. طيب نيجي للي وراها في 26 استحق القيد اللي أنا قلت لكم، مش قلت لكم إنه ما فيش قيد الآن لكن قد يترتب عليها قيد لاحق. في 26 أكتوبر هو القيد القيد. أيوة. الآن هو earns employee salaries، استحقت رواتب العامل فدفع الرواتب من سالاريز. بتقل الكاش. تمام تكاش. بتقل الكاش وبتزيد. في أكتوبر 31 يزيكا بالبازنج ريسيف تلقى 10,000 دولار. تلقى 10,000 دولار من كاش. أيوة مين يذكرنا؟ بيزيد الكاش يا دكتور. طيب ايش اللي صار فعليا؟ محمد اكراي. محمد اكراي. يا محمد ايش اللي صار فعليا؟ كمباني فور ديفنس. طيب تمام. انا مش عايز الامور تاخذ هيك صعوبات، بالعكس الامر سهل جدا. عايزكم كلكم تتنشطوا. حتى بتزيد عند المعاملة، بتزيد في الأصل في الأصول زاد في حقوق الملكية. طيب إيش المعاملة هي أصلاً؟ سيرفان ريموف. إيش المعاملة كانت؟ من حساب الإيرادات. من حساب الإيرادات للنقدية. الإيرادات ينفع نقول من حساب الإيرادات؟ إيه من حساب النقدية حساب النقدية للإيرادات. ايوه خلينا نكتب من النقديه للايرادات. هو نبقى دائما صحيح. صفحه 65 كان نشاطنا، بس علشان انا عايز افتح معاكم نفس النشاط ده. دكتور ضاي المعاملات بعد هيك؟ لا خلص المعاملات دكتور. الآن ركزي معي بس أول يا نور، أستأذنك بس علشان الوقت مهم جدا. الآن خلصوا المعاملات صح؟ بروح الكاتب بجمع لي إياهم في الصفحة رقم أعتقد 73 رقم 71 69 لا 69 راح جمعهم 69 عندنا. تمام راح جمعهم كلهم ايش بدفتر يوميه واحد صح؟ نفس القيود هي بس انجمعت في دفتر يوميه واحد. تمام من دفتر يومي هذا راح عامل حسابات استاذ، عامل ايش حسابات استاذ، حسابات الاستاذ صفحه 72 راح عامل حسابات استاذ صفحه 2 لكل رصيد الحساب. كل حساب مر معانا بأي معاملة يفتح له حساب أستاذ. كل حساب مر معانا بأي معاملة يفتح له حساب أستاذ. تمام؟ هل لقيت هذه الحسابات الأستاذ؟ في النهاية بعد ما نعمل حسابات الأستاذ بنرصدها. لما نيجي نرصد حساب بنعمل ميزان المراجعة. الله يفتح عليك. ميزان المراجعة الحساب اللي بيطلع مدين بنودي مدين، الدائن دائن، وبعدين بنجمع الرقمين، ايش بيطلع معانا تساوي الرقمين؟ تساوي ايه؟ الرقمين. لو الصفحة اللي بعدها عامل حسابات استاذي. تمام، في عندي في النهاية ميزان مراجعة متطابق، ميزان مراجعة متطابق. وضحت؟ إذا أنا قيود يومية بعد قيود اليومية بتم تجميعها في الدفتر والأصل من رأس الدور في الدفتر، بعدين بصير حسابات أستاذ، بعد الأستاذ بنعمل حساب ميزان المراجعة اللي من أجل إنه جهز حالنا للتسويات وإعداد القوائم. هيك بتكون عمليا محاضرتنا انتهت وكويزنا. يعني أنا بشكر اللي شاركوا، بعز علي إنه في زملائكم ما شاركوش. نتمنى المحاضرات القادمة نبحث كلهم عن آلية انه نقدر نعدل درجات بدل ما يكون في تفاهم في مجال. دكتور تفضل يا علاء. خذوا بالكم فاضل معانا 3 دقائق والوقت يخلص لوحده. تفضلوا دكتور. وقت ايش حتنزل المحاضرات؟
انا متريض بسبب مطلبكم، فانتوا عن جد عجبين. بص بقول دخيلك وقف شويه، لا يا دكتور خلينا نركز. ونص بقول ما فيش محاضرات نزلوا. انا اعتبرت الاسبوع هذا كله مراجعات علشان مش عايز انزل. تمام، علشان انت تاخذ قصتكم. الاسبوع القادم حنستأنف المحاضرات واعتبر انه خلاص احنا رجعنا شابتر 1 اند 2. تمام يا دكتور. دكتور تفضل. بخصوص انا تقييم، كيف تقييمي انا؟ تمام، ركزوا معايا. كل الواجبات انا عدد فتحها لغايه 31/10. فاي حدا بعت لي على الواتس او بعت لي على الماسنجر او بعت لي على الحمام الزاجل يرحمه شويه ويرجع لموضوع النشاط ثاني ويفوت النشاط فيه او الواجب فيه علشان نعمل الدرجه الثانيه. تمام؟ للمادة هذه دكتور؟ لكل المواد، مش للمادة هذا. أي مادة معايا عشان أنا مش قادر ألحق واجبات بتجيني على الواتس وهنا وهنا، ففتحت الصفحات كلها إن شاء الله. خلاص تمام. تمام، يعطيكم ألف عافية، لأنه الوقت ابتدين إشارة على وشك الانتهاء، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، برعاية الله. متكلم يا دكتور.